كان كتير حلو مختلف عن امبارح، كان في تطورات. التدريب العملي على إلقاء نشرة أخبار كاملة بتتضمن العناوين والنشرة التفصيلية. كتير استفدنا مع الأستاذة سالي من خلال القراءة السليمة للنص والنشرة الإخبارية، طريقة تلوين، نبرة الصوت، جد كان شيء كتير رائع. صممنا الدورة التدريبية في اللايف ميديا بحيث يكون أكثر من 60% منها عملي. اليوم كنا منركز كثير على الأمور المتعلقة بالتدريب العملي، شفنا كيف بيحاولوا يتغلبوا على خوفهم وارتباكهم. بكرة رح يكون يوم كثير مميز لأن المشتركات رح ينزلوا للميدان ويطبقوا عملي صناعة التقرير الإخباري. بتمنى لهم كل التوفيق والجاي أحلى.